الأنسات. نورس على صدر البحر فارد جناحه، يغني على مركب صبر مرتاح ملاحه. نورس على صدر البحر فارد جناحه، يغني على مركب صبر مرتاح ملاحه. شال الزمان شاله، والموج والمرسات مواله. شال الزمان شاله، والموج والمرسات مواله. والشمس والصبح الهني عصافير سمرة وسوساني وحباب مرتاحه. والشمس والصبح الهني صافير سمرة وسوسني وحباب مرتاحه. وحباب مرتاحه. وحباب مرتاحه. وحباب مرتاحه. مرتاحه. العودة إلى الذاكرة، إلى التأسيس، القاعدة الأولى التي بدأ معها الأستاذ بيرج أسيس موسيقيا. كيف التقيت مع هذا النغم؟ كيف بدأت العزف؟ أين؟ من كان هو أستاذ بيرج أسيس؟ سوريا مكان غريب، يعني لما تخلق في عائلة مثلاً تحكي أرمني بالبيت، مفروض أنك يعني تكون جزء من الحضارة الأرمنية مثلاً، بس سوريا ما هيك. تحكي أرمني بالبيت، تتعلم عربي في المدرسة، تشوف أفلام عربية، بتشوف عبد الحليم حافظ. غير هيك نحن عنا ضيعة اسمها اليعقوبية، هلأ تحت الاحتلال، قريبة على جسر الشور. هالضيعة البوابة اللي دخلت لي لعالم الرحابنة، بيحكوا فيها تمام مثل ما أبطال الرحابنة بيحكوا، هاي اللغة وهاي المشاعر وهاي الضيعة وهاي. فهذول كلهم بربى معهم، وبنفس الوقت في اتصال مع أرمينيا مثلاً، في فرق تجي، فرق الثقافة الأرمانية بتسمعها بالمدرسة، بيعلموك أغاني أرمانية. بنفس الوقت في أغاني غربية، حلب عجيبة غريبة بتسمع فيها كل شيء. يعني سنين كنا نعزف نحن كل الأغاني اللي تطلع بأوروبا، فكل هذا موجود. ذكرت كاميل شامبير، سالم بالي. في هلا انا ما بعرف شو كانت حلب، لانه اكيد كانت شغله كمان مختلفه كثير عن اللي بنعرفه نحن. يعني بينذكر انه واحد من الرؤساء اللبنانيين قال انك اذا بدك تطلع بالسياسه او بدك تصير شيء مهم بدك تعدي من حلب. كان هو صحفي بحلب، فشو كانت حلب وقتها؟ كاميل شامبير حاول يكتب أوبرا، كتب أوبرا توسكا. شو هي بحلب؟ ليش لا تخطر على بال حدا؟ نحن بنفكر إنه حلب إنه هي مثلا الحارات الجوانية، إنه بعدين صاروا الحارات البرانية، ما كانت هيك حلب، خليط كل هذا. فنحن كل هذا عملناه، درسناهم كلهم، بس بالتدريج بالصغر سمعنا الأنواع المختلفة، بعدين
درست الكمانجي عند استاذ وانيس كوستانيان. من هون بلش الاحتراف. انت رحت للكمانجا اول. الكمانجا اللي هي لازم يتعلموها الاشخاص وهن صغار كثير بالعمر. شو كان عمرك وقتها؟ كنت صغير كثير. كثير كثير؟ ايه. يعني 5 سنوات او 9 سنين. 9 سنين. بيعتبروا انه 9 سنين على الكمانجا كبر شوي. هيك حصلت. يعني الظروف. بزمان ولا قال لك ليش؟ انا قبلها كنت اعزف اكورديون. هذا كنت اعزفه من 4 سنين، عمري 4 سنين كنت اعزف اكورديون. ابديت بالموسيقى. ضليت اعزف بالبيت. لا حال في اكورديون كنت اعزفه. مين كان يعزف بالبيت اكورديون؟ اخواتي الكبار. انتوا كانوا يدرسوا بس انا كنت اعزف. عائله موسيقيه انتوا كنتوا. هن تاثروا بمين موسيقيا؟ هني؟ بيت أسيس، عائلة الدكتور إبراهيم أسيس أو الجد أو يعني أعطيني أحكي لي هاي الحكايات. كبير. ايه. صح. عائلة الأسيس ما هني موسيقيين أبداً. نعم. عائلة مورو هني الموسيقيين. مورو. الفرنسيين يعني. مورو يعني الماما ميشيل. الماما. في بعائلتها إنه هني بالعائلة كانوا يشتغلوا كلاكور. شو يعني كلاكور؟ بالأوبرا. المغنيين بيتأثروا برد فعل الجمهور. فعل ورد فعل. أيه. تلقي. مشان تنجح لازم يكون في رد فعل كويس. بيكون الجمهور أحياناً ما بيعرف يسفي. فدور الأوبرا عندهم مجموعة بيسموها المصفقون. كلاكور. هدول بياخدوا إجرة. وهدول بيعرفوا ايمت لازم يسفوا، كل واحد بيبوك معه. كلاكور هدول مثل نحن لما كنا نوقف نطلع جوال بالمسرح يطلع يغني مطرب فهد بلان، فنحن نوقف وراه نقول يا يا هي الياه تبعنا يفلس فيها. يحطوا ناس يسفوا بالجمهور. ليش عبد الحليم ما عنده اياها او ام كلثوم؟ يعني لما بتبلش انت عمري مقدمه انت عمري والجيتار بيعمل جم جمله والجمهور بيجن. شو هالجمهور اللي فهم هالجمله؟ مثل المؤثرات اللي بنساويها بالاذاعه لما بنساوي دراما اذاعيه بنحط تصفيق هاي شغله موجوده بالتاريخ. فهي العائله كانت تشتغل كلاكور. هيدي محفزين بنسميهم. يعني كثير مهم دورهم. اذا ما كانوا ما بيمشي الشغل. كويس. ايه فالعائله كانت تشتغل هالشغله وكانت عندهم اصوات جميله بعد الشغل كانوا هن يمثلوا بالبيت المسرحية هيك ينبسطوا فيها يغنوا كل واحد ياخذ دور. فهالتراث موجود بالعائلة. حلو. من هون الكمانجة. الكمانجة فبلشنا. آلة الكمان وقتها كانت غربية ولما بتعزف غربي ما بتعزف أغنية بتعزف تمارين إلى آخره فما حبيتها. ما حدا قال لي يعزف لي فلان أغنية لا عزفها وانبسط عليها. تمارين وتمارين ما افهمها انا وبعدين الطفل ما بيطالع صوت جميل كمان. لبين بده 5-6 سنين ليبلش طبعا ينسمع بيطول ليتعلم. على كل حال 4 سنين هيك تعلمت عند الاستاذ فتاسست عندي قراءة النوتة هاي تاثيرها مدى العمر. لهلا لما بمسك الكمانجي انا ايدي بتروح لمحل مثل ما لازم تروح مثل السواقة مثل السباحة مثل بعد الكمانجة. بعد الكمانجة غضب علي والدي بعتني على قبرص. تعرف قبرص؟ فرجي قبرص. بعتني على قبرص مدرسة داخلية درست فيها الثانوية كلها. هاي كمان غريبة، هاي أمور قدرية. يعني المرساة انتقلت من حلب, إلى قبرص. وصلت نيكوسيا مدرسة داخلية اسمها بلكونيا. عاملين هاي للأيتام الأرمن. بس هي مركز لحفظ التراث الأرمني بشكل منيح. وهونيك دراسة بالإنجليزي. فصار عندي لغة كويسة بالمستقبل. هلأ لما بقرأ كتب مثلاً العلم العالمي وكذا شو ما كانت العلوم في سهولة يعني اكتسبنا.
وتابعنا هونيك بقبرص. كنت اشتاق انا لشغلي هي مهمه وخليها تكون رساله. بهالمدرسه كان في فرقه كورال، كورال متعدد الاصوات، في استاذ كان قادر يعمل الشيء هذا. من نظام المدرسه انه كل يوم سبت في نهايه الاسبوع في حفله تكريم لحدا، حفل تكريم بيطلع واحد بيلقي كلمه عنه، الكورال بيغني اعمال لها علاقه بهذا الشخص، شيء كثير مرتب كل اسبوع، مثلا اسبوع عن المتنبي، اسبوع عن هيك، عن شاعر، عن كاتب اجباري بتتعرف عليه وعلى عالمه، وبعدين انت بيختار لك تقرا من اعماله الى اخره. الشيء الوحيد اللي كنت اشتاق له هو، كنت بكره ابرص والمدرسه وكل شيء، بس كنت اشتاق لهالحفلات هي والمعلومات اللي كنا ناخذها. هذا بدل اندل على ان روح الموسيقى، روح الفن، الفن علم جمال، كان موجود اساسا معك من طفولتك. هلا بيرجع السيس وحلمه انه يرجع للموسيقى، يعني انت رحت لمنفى عن الموسيقى بقبرص. كيف رجع الحلم ينبنى يتشكل من جديد يتطور لنشوف اليوم قائد الاوركسترا المحترف بيرج قسيس؟ اجمالا انسان، اي انسان ما بيستعمل ارادته الا لما بيقرر شو العمل اللي هو بده يمارسه في المستقبل. يعني الطفل بيسمع كلام اهله، ببعتوه على المدرسه بيروح، ما بيبعتوه ما بيروح الى اخره، ولكن اليوم اللي بيقرر هو شو راح يصير مستقبلا، شو راح تصير مصلحته، وقتها ببلش هو يدافع عن هالطريق. هذا حصل بقبرص، ما كان منفع هونيك. لما كانوا يكرموا هالناس المهمين صدقناهم انه هدول الناس مهمين، فردنا نصير من هالناس المهمين. فهونيك قررت انه صير ملحن، وبعد منا كل الدروس صاروا بالنسبة لي مالهم أهمية أبداً، وبلشت أتحضر من وقتها لأصير ملحن. ملحن أستاذ بيرج، كلمة ملحن عالم واسع، خيال واسع، كتابة نوت. لما قررت بقبرص يعني بالثانوي أنك تصير ملحن، إحساس التحدي أنك تحقق مشروعك اللي هو لما بتصير أنت مسؤول عن قرارك، كيف فكرت مع الملحن؟ كيف رح تعمل ملحن؟ شو هو العمل الأول اللي لحنته؟ كنا منفكر أنه التلحين مثل الكتابة، الفن إجمالاً هو رعاية المجتمع، فكنا بدنا نرعى مجتمعنا مهما يكون. فترة اللي بكون مثلاً بسوريا برعى المجتمع السوري، لما بكون بمصر برعى المجتمع المصري، شو ما في حوالي. بمعنى تأثير الموسيقى بالناس. نعم. دور الموسيقى. نعم. كفعل. بالضبط. بالناس. نعم. فضل. أو النشاطات الموسيقية شو بتعمل بالمجتمع. هيك فكرت أنت وبالثانوي. نعم. أنك ترعى المجتمعات. طبعاً. موسيقياً. طبعاً. أول فكرة، يعني إحنا مثلاً أنا كسيناريست قبل ما أكتب مسلسل الفكرة هي الأساس، المؤلف الموسيقي او الملحن الفكره الاولى او النص اللي راح يشتغل عليه، اول فكره كنت انت رايد ترعى هدول الناس او تاثر فيهم، شو كانت؟ ما كانت عمل واحد، كانت انه انت تحصل على الاصاله، انه تعرف تلحن ارمني، تعرف تلحن عربي، تعرف تلحن جاز، كل واحد عالم قائم بذاته، وهدول كلهم اندرسوا. تعرف تلحن مثل ام كلثوم، مثل الصنباطي، قده قصيد وموشح، كله بده يكون عندك هذا، مشان انت وقت اللزوم تحكي مثل ما لازم. هذا طول 40 سنة درست الموسيقى 40 سنة. نعم. السؤال الأهم، أنت تدرس الموسيقى كم سنة حتى الآن؟ أستاذ الموسيقى 10 سنة بس. 10 سنة قبل ما كنت تدرس؟ لا ما عندك وقت. طيب السؤال، السؤال
استاذ بيرج، انا بالمقدمه اول ما بدات معك عم تعزف بيانو قلت بناء الذات. انا حدا سمعتك اكثر من مره تشتغل على بناء ذات الطفل او طالب الموسيقى قبل الموسيقى. كيف؟ لما بيجي لعندك حدا ليتعلم شيء دائما في بطبعه مثل ما بطبع كل الناس، في بطبعه شيء بيساعده على التعلم وشيء بيمنعه من التعلم. يعني طريقه اللي بيتعلم فيها بيكون في شيء تفكير غلط طريقه، فهي انت لما بتقنعه انه يغيرها بيكون طبعه تغير. تربيه نفسيه صار في حجه الموسيقى. هي معروفه بعلم النفس انه لما بيجي عندهم واحد مثلا ثقته بنفسه ضعيفه بيغيروا له صوته، بيعلموه كيف يطالع صوته جهول قوي. احنا بالفن بيجينا ناس بالدراما بالتمثيل ثقتهم بنفسهم زايده، جايين فنانين جاهزين، قالت لهم امهم خالص. انت قلت رائع مثل اللي بيغني بالحمام. نعم. تتعرضوا موسيقية لناس جايين هني انا ملحن جاهز، هو ما بيعرف يقرا نوت من جديد، انا بلحن وبوزع وبغني وبساوي، هو يعني مسبع الكارات وهو الحقيقه ما بيعرف. من وجهه نظري انا اللي بيشتغل من دون علم ما بيعرف. بيجيكم هيك ناس؟ طبعا. هدول الناس شو بنقول لهم؟ اجاني شاب بده يقدم فحص قبول، بده ينفحص لين قبل بالمعهد العالي للموسيقى، وبده انه هالفحص ينجح فيه، فبده معلومات عن النوطة. قلت له غني لي، غنى لي. قلت له يعني انت ليش رايح تدرس هونيك؟ قال لي بدي الشهادة. هو خالص يعني بده الشهادة، يعني على جناب الغني غنيت له انا. شو هي شهادة السواقة؟ يروح هو بيسوق، لأنه هو بيعرف كل شيء، كل شيء خاتم الموضوع. بس يعني هاتوا شهادة. كيف عالجته بالغني؟ غنى لي موال، غنيت له موال. هو اكتشف انه غنائي مختلف عني. انت بتغني بالارمني موالك؟ لا عربي. سمعني موال، هات لشوف. بدي اقول شيء، استاذ بيرج مغني اوبرا. لما طلبت منه بفيلم وليد الكلمات مئويه المجزره الارمنيه، قال لي بدك تعطيني فتره طويله لاقدر اغني، وبدي سجل الغناء لحتى ادرب صوتي. بتتذكر؟ نعم. ايام وليالي ليرجع الصوت يقول، يعني درب الصوت. الاغنيه اللي بدك تغنيها بدك تحضرها. ايه بس قلت بدك وقت. بده وقت. اليوم بيمسك الواحد وبيغني فورا. بدون تدريب، بدون بيلحن. يعني اسال، الاستسهال بالفن لوين بيودينا؟ الاستسهال بياخذنا على النقل، بياخذنا على قلة الحيلة. يعني الواحد ما بيتعلم الصنعة، يعني سهل، هو بيغني مثل ما هو. هذا اللي بيغني مثل ما هو، يعني مثل وحدة حلوة صورتها، اللي عندها يا صورته وخلص، ما بقى عندها شيء، ما راح تتطور، ما هيك يعني. بيستوقفني كلمة الصنعة. أنا بعتبر السيناريو صنعة، التمثيل صنعة، الفن صنع، الموسيقى والغناء صنع. طبعا في تراث، في طريقة تفكير، في قيم واضحة. هلا شيلنا من المزح، جد عم بحكي هلا. ايه هلا استاذ بيرج بتغني اوبرا وتم الاصوات العريضة، مو سوبرانو ناعم او تينور اللي هو متوسط. تينور انت باص. انت باص بتغني؟ لا لكن تينور. تينور دراماتيك. ايه دراماتيك. هلا انا حابب اسمعك، انت ابن حلب، كنا عم نحكي على انك
إجا لعندك لتختبره وانت استاذ الموسيقى ليروح بعد يعمل قبول، فهو واثق من حاله وغنى. أنا متغنيت له، انا حابب من باب الصنع اسمعك عم بتغني لو حلبي. انا بهمني غني مشان فرجي انه لما بتدرس اوبرا بتكون عم تدرس الصنع. الصنع بتغني شو ما لازمك تغني ولو كان موال سبعاوي. لحظه يعني. لحظه ناس بتحب السبعاوي. اعطينا هات لنشوف موال سبعاوي. هلا انا ماني بحاله غناء، يعني شوي شوي انا وعم بغني بده يحمى صوتي. نعم. امان 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 يا ولي فتح بخدك ورود اشكال والواني بشميمها تنعش الغميان والواني يا ولي فتح بخدك ورود اشكال والواني بشميمها تنعش الغميان والوان يا بلا ضل هواك طول العمر والوان يا بلا ضل يا من برياه يتعطر نسيم الصبح لا زلت له بحبك يا عشير الصباح يا 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 حبيبي لا زلت له بحبك يا عشير الصباح حتى حنان بهواك العجز والواني يا ويلي اوف 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 يا باي. الله صفقوله صفقوله. شوف اجتمعوا الناس كلها على صوتك. خليني ادعيك على مائدة فطور متواضعة حتى هيك يكون هو في بيناتنا خبز وملح سابق بس يكون له نكهة هيك مختلفة. تفضل. نورس على صدر البحر للبحر ناداني، أعطيت روحي للشجر وللريح عنواني. نورس على صدر البحر للبحر ناداني، أعطيت روحي للشجر وللريح عنواني. والريح من أسرار كل سر ألف نهار كل سر ألف نهار ونهارنا بسمي ونهارنا بسمي فيها ألف نجم فيها ألف نجمي عم راسينا لاحوا عم راسينا لاحوا